الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بارك بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا وقد أبقينا الفقه المنهجي سيبا وعين كجرني مسائل كي شحق رئيسنا أحلسنا زوجة بنت أم أب نينا يادين تاي مركا وحو كتاقي زوجة حاسكي سيوثوم بي لادهي بنت إنانو دريو نسبة لادهي أم هويو سدس يلح مرضو ميل بي لادهي أب آباء يكتاقي إساقونا سدس إيا عصباء أيو لبذبا وذاقل من أيا مسرد وآفري اللباطا أيا أسل قادوا هيا يكون اسم إيسا زوجات يا حاسكو صد يحثمون بيقادنا إيسا بنتدى يينانتو نس كرابان لبيو طورا بيقادنا إيسا هو يدنا وحي قادنا إيسا سدوس أفر أيا يقادنا إيسا أبوه روحو قادنا يا سدوس أفر إيا هل صوحر يو عصبهانو قادنا إيو الشرح ترث الزوجة في هذه المسألة الثمن سيدان ميلاد وميل بيد حليسا ثلاثة أسهم وصدع سهمي أما ثلاثة أسهم هي ثلاثة أسهم وي ولوجود الفرع الوارثي فرع وارثة أو دحلي أياتشوغا وترث البنت إنتنا النصف بيد حليسا 12 سهما لبية 8 سهمي ولكونها وحدها وكالدهد ولم يوجد لها معصب عدع سبيسنا لو مهل وتأخذ الأم السدس هو يدنا اللي حمرضه ميلبي قادنه أربعة أسومين أفر سهمية أربعة أسومين أفر سهمية أما الأب وأبه فيرث السدس سدس يلي حمرضه ميل فردنا يوكد حليا وأفر ويأخذ الباقية عند صهدين بتعصيب أيو كدحل يا عصبين ولوجوده مع البنت وحاول لتشوغا به مانتئنا فيكون نسيبه نقنية أربعة زائد واحد خمسة شن أيو نقنية أصل المسألة نوى من 24 أفر يلا ما تنوي محيّل ولتوافق مخرج الثمن والسدس مخرج الثمن يا مخرج السدس أيا توافق من نسكة دحية من نسكة والله قاديها قرار لقوله فرأيا ثلاث زوجات مثل ذلك لو أصدح حاس ابن ابن إنا نوينك ميت كدرين أب أب أم إيهوي نمبر دي وحوكتك صدح حاس وحوكتك إنا نوينك سدرين وحوكتك أب إيهوي أبا يهو يدو وسدس ما متك ولا يهي زوجاتنا ثم بي لا ذهي ابن الابن قنوى عصبه مركع أفر يلا تميم سلاده كل اسم إسام صدح هذا الزوجة صدح من هلا يهي قادنا يانو ثمنا أبا يهو يدر من أفر وسدس يهي قادنا يان إنا كنا صدح يطوان أيو عصبه هنكو قادنا يان الشرح للزوجات زوجيك ثمن للزوجات ثلاثي زوجين صدح ده الثمن أيوسو ناضي ولوجود الفرع الوارثي فرع وارثات شوقا وللأبي أبانا السدس بوسو ناضي ولوجود الفرع الوارثي فرع وارثات شوقا المذكر واللبع وللأم السدس هو يدنا اللي حمرضهم يلبوسو ناضي ولوجود الفرع الوارثي فرع وارثات شوقا ولابن الابن الباقي أيوسو ناضي تعصيبا عصبا هانا يوكو قادر أيام أصل المسألة 24 وغيّم حاصل ضرب نصف مخرج الثمن وكسو حاسق القرابيك وفشادة مخرج الثمن نصف وأفرة وبكامل مخرج السدس وليح الله قلوب طيب وهي سهام التاريخ وغيّ وتوزيعها غيبين داد على الورثة اللي وغيبين واضح وامدك في المسألة مسألة واكو عديد بنتاني مثلا نوى الله بحب لود أب أب
أمن إيه هويو ميد بارين داي رقيا دوار ميدكو دانبا ها هادي وحاو قف قادين داي كتاكي لبا حبلو دو دالي أبيه إيه هويدي لبا دا حبلو ثلثان باي لا يهين أبها إيه هويدونا من سدوس باي لا يهين مسادة لحبا الله قدسي أفر لبا دا حبلو دبا ثلثان هانو قادنا إياه هل إياه هلنا أبها إيه هويدا قادنا إياه الشرحو للبنتين الثلثان يا وصونا ذين ولتعددهن دوي تعددين الله بأي نقدين وعدم وجود من يعصبهن إذا ولاليين وعصبي صلى بنا مجوكتون ولكل واحد مثكس من الأبوين أبايه يدنا السدس وصونا ذين ولوجود الفرع الوارثي فرع وارثه نحري أياتشوكا وسهام المسألة وستة ولتداخل مخرج الثلثين والسدس أي استداخلي فناخذ الأكبر كوين بانقضينا وندع الأصغر كيرنا واكتين وتوزيعها على الورثة وقيمين دا ورثة مركز الله وقيمين أيانا واضح ومدعد مثل هذا كريم وبنت ابن وإن الله بلوضو دري أم هويو زوجة حاس أخ لأب إيا ولا الحق أبو ميد بعد انتيو وليا ميد كوانين وحكتي لما حبلو داين كيسي ودارين هو يدي حاس ليسي إننا يحق أبو كولا ليهين بنتي ابن إيا لما حبلو داو ماركا وويوين كيسي وصير دارين لما دا حبلو وحي قادنا يان ثلثان باي قادنا يان هو يدنا واسودس أبو أي زوجتنا وحوي ثمنا يغز هستيد ميلادو ميل أخا لأبكا هنا وعصبو مسألة أفري الله أتر أي كدس ويسا لحيته أن الله ذا حبلو ذا إنك ميت كن علي أي قادر أي أو ثلثان كي لحيته أفر نهو يدا أي قادر إيسا سدسا زوجتنا صدح وثمنا أي قادر إيسا أخا لأبكا هنا وعصبو حلبا وصوحر أي الشرح لبنتي الابن إنك اللبذي سابلا ذاو دلي الثلثان بأوصونا ذي ولتعددهن ويتعددين وعدم وجود من يحجبهن أو يعصبهن إذ حجابت مع الصبيسان مجرت وعد حجاب إيسا دواء ابن ابن وكرة أما دي الله بحب لوضو مثلا بنت صلبيه ثلثان كيف ذاقات أو يعصبهن عد عصبيسان رقه الله سيبن مجرت وللوم يا سدس ما وصونا ذي او يسقون لحمي رضا ومير ولوجود الفرع الوارثي فرع وارثه ما ماشي جوغا ولزوجة حاسين اثمن سديد ميلاد ومير با وصونا ذي ولوجود الفرع الوارثي فرع دحليا ايا جوغا ولداخل الاب وللك حق ابنا الباقي با وصونا ذي تعصيبا عصبين يوغو صونا ذي ولعدم وجود من يحجبه اذ حجابت ايان استقنا جوغن أصل المسألة 24 وأفر يلا باطن ولدخول ثلاثة مخرج ثلثين في الستة أي تداخل أيام مخرج السدس أي في الستة ومخرج السدس وبين الستة والثمانية لحدة هي سدادنا توافق من نساء كده حية فيضرب نسو أحدهما متك نسكي أي بكامل الآخر كرود ما يسلم لقول فنيا وما حصل وحي كسو حصلانا فهو أصل المسألة مسألة أصل كذي وهي هو مجموع سهام تركة تركة سهام دي مجموعة دي دمان دي ودرت هذه وهي وتوزيعها على الورثة قيمين دي ورثة لا قيمين يد حلتو يدنا واضح وعدي كما هو مبين في المسألة سهام مسألة اللي قو عدي أختاني شقيقتاني والله بحب اللود مثلا كنا أي ميت كهوية أبا وداقان أمني هويو أخت لأم إيا ولا الهويو ميت بعد انت إلا بيادة دي ميت كدونا بها هذا وحاو كتك إلا بها بلوضا يحق هوية حق أبا كوراليهين هوية دي دا شيء إنانا يحق أب حق هوية كوراليهين لبادا شقيق وحي لين ثلثان هوية دون السدس بإلاده أختان لهم كان السدس بإلاده أصل المسألة والح لبادا أختي أيسكوية أبايه لبادا ولال أفر أمي ثلثان بي قادر أيان هو يدى أي أختي لأم كاهنا لبس سدس من هلا أي قادر أيان الشرح
لشقيقتين الثلثان باوسو ناضي ولعدم ولتعددهن دوي تعددن ويتربن والله وعدم وجود من يحجبهن ويعصبهن إذ حجابت أيه إذ عصب إنسان مدنا مجرم وللأم السدس وهي ذا السدس باوسو ناضي ولوجود العدد من الإخوة تروّر على أي شعبه لحمل ضم يلبي لذي وللأخت لأمنا السدس سدس أي ولاشا حقه يرى لا ذهب لانفرادها عن مثيلاتها كون لم يتكاها أي مركا كتا أي ككل يوديون أو أن لتشر وعدم وجود من يحجبها عيد حجابتنا لمها يعد لم يذهب مثيل كذانا ويككل يودي عيد حجابتنا لمها يوم أصل المسألة ستة والح ولدخول مخرج ثلثين أي في الستة تقول قال يا مخرج السدس ولتماثل مخرج أي فرض الأم والأخت الأم لبادا مخرج أي فرلك هو يدا يا ولاشا هو يدا هنا وسدس ويستماثليا فيكون أحدهما وهو ستة والعدة مجموع سهام التركة أي نقريا للشقيقتين الثلثان أربعة وفر بوصون هذه وللأم السدس لحمرضهم ميلبا وصون هذه وللأخت الأم السدس أو هلا بوصون هذه شيء تقول أفر هو يذا يقتضنا من هل أي قاتين أختان لأب جدة أخ لأم مثل هذا كان نوح هوية ما يدوان إن ضيو اللب يددي متكو ضربها هذا وحو كتك إلا وحب لو ذا يحق أبكور عليهين أيدي إيا ورال أي حقه يكور عليهين لماذا أخت وحي الله هنا حق أب ثلثان أيدنا السدس أخل يمكع هنا السدس أيو الله يهين مثلا لحبا لقول السياء لماذا ورال إلي أبقى أي أفر ثلثان لما الثلثة أي قادنا إيان جددنا حل أخل يمكع هنا حل أي قادنا إيان المسألة من ستة ولتماثل فرض الجد والأخ لأم وحا تماثلية ويسكو مدنقضي فرالك أييد يورالك حقه يوال لبسدس ودخول مخرج ثلثين فيهما ثلثاك مخرج كودين واتداخل أيام للأختين اللي أبقى الثلثان بأوصه ناضي أو أربعة أسمنا أربعة أسمنا وللجد السدس وأوصه ناضي سام واحد وسام كليا وللآخي لأم ورالك حقه ينا السدس وسام واحد أيضا أي سيرا أصغنا عضي مثل ذلك لوحا وي أم هوي زوجة يحاس أخ شقيق يولا لي حق ويحق أبك ولليهين نين أياد انتيا وحوكتي هوي ذي سيدة شيء وحوكتي يحاس كيسي وحوكتي ولا لي هوي يا أبابا أي وداغان هوي ذو وحي لذي مانتا ثلث بين لذي زوجتنا وحي لا ذهي ربع أفر ميرضة وميلا دابا يتنمى السنة اللي بدأ مخرج أي الله يسكنه فرأي لم يطعم بين غنيسا أفر وحا قادر إيسا هو يده ثلثة صدحنا زوجتا قادر إيسا ولا لكن شقيقة هنا شنب عصبهان قادر إيا الشرح مسألة الشرح هذا أصل المسألة مسألة أصل قادر إثنى عشر والله يطوان حاصل الضرب مخرج ثلث وهو حاصل مخرج ثلث مخرج ثلث وحاصل كسو حاصل قروبي حاصل الضرب مخرج ثلث وحاصل كسو حاصل قروبي كل فشد مخرج ثلث كان بمخرج الربع لقوله سدع عفر لقوله فطي لأنهما متباينان ولما متباينان للأم الثلث أيوصل هذه أربعة أسم وأفر سامين ولعدم الوجود الفرع الوارث والعدد من الإخوة فرع وارثين ما تشوغت ترى ولالين ما تشوغان ولزوجة الربع زوجة الربع باوصل آية فرمي رضاهم بيل ثلاثة أسمي واسد حسامي ولعدم الوجود الفرع الوارثي فرع وارثه ودحل أي أنشرين وللأخي الشقيقنا الباقي وللقى ليسكو أي أبديهين وحاوصل هذا إنت صعد تعصيبا هو خمسة أسهم وشسامين مثل ذاك لوحا وهي أختار الأم لا ولا لا يحقه يميز يكون عليهين أخوان لأم لا ولا لا يحقه يكون عليهين إنما أم إيهوي زوجة يحاس أخ شقيق
iyo walaal shaqiiq iyo xaq iyo xaq aba ka walaalihiin nin ayaa dhintay wuxuu ka tiyaa xaaskiisii hooyadii afar laba laba iyo laba dhadii oo xaq hooyo ka walaalihiin iyo hal walaal oo xaq aba ka walaalihiin walaalahan xaq hooyo sulus bay leeyihiin hooyaduna sudus bay leedahay zawjaduna rubuc bay leedahay aha shaqiiq ahina waxa weeye waa casabo laba iyo toban baa masalada lagu dhisayaa afar waxa qaadanaya sulusa walaalaha labana labada hablood baa qaadanaya labana labada iran waayo walaalaha xagga hooyo inay islaakaysanayaan waynu soo marnay hooyaduna sudus oo laba abay leeday zawjaduna saddex oo waxay leeday rubuca aha shaqiiqana saddex ayaa u soo haray u casab ahaan u qaadanaya الشرح أصل المسألة مسألة أصل قيد و 12 لبية طبعا حاصل ضرب نصف الأربعة وحاصل يقول فشادة أفر نسكود أو بكامل ست لحدة لما يسكيد أيضا لما يسكيد لقول فطي ولتوافق مخرج السدس والربع أي بالنسبة أي إسكي وافقين أما مخرج الثلث إسكو فهو داخل في مخرج السدس مخرج السدس كيو قريان ياخذ الأخوار الأم والأختان الأم لبادي إنانا يحقه يكول لهايين يا لبادي هبلودا يحقه يكول لهايين وحي قادر ينسل تركة تركة دا يهندان لقيت يسلح ملوضا وميل أربعة أسهم وافر سهم لكل واحد من سهم واحد سهم كريا يوصل هذا لأنهم يرثون بالتساوي وحي كل حلانا يو كل حلانا سناشو oo waxyaalihii masalooyinkii shanta ahaa ee walaalaha xagga hooyo ay ku qilaabayeen dhaxlayaasha kale ayay ka mid ahaydo ayaga labkood iyo dhadigoodu wuu isleekaysiistaa walilumi sudus hooyaduna sudus ayay leedahay iyo lix meelood oo meel ayay yeelanaysaa ugu saamaani waa laba saami waa liwujuudi lacadadi min alikhwati walakhawaat walaalo lab iyo walaalo dhadig ayaa meeshii jooga ولزوجة الربع زوجة الربع بينه ثلاثة أسهم سدح سهمية ولعدم وجود الفرع الوارثي فرع وارثي أيان تريو ثم قيل لها وللأخي الشقيقنا الباغي تعصيبا باغي أي عصبهان وقصرنا هذه وهو ثلاثة أسهم وسدح سهمين مثلا ذاك لوح وهي جد أو جدة أيين بنت إنان ميت كل علي بنت ابن إيا إنان ميت كإنا كيس أدري جد كإيا جداد وحي لا يهن سدس ميت كبا سدس بول لا يهي أو يا إيايدا بنت ذنا وحي لا ذهي النس بنت الابن ونا وحي لا ذهي سدس بي لا ذهي مركا اللي حبا مسلا دي لقود سيا أو يا إيايد من هل بي قادنا يا بنت ذنا إيا إنان دنو ميت ودلنا كلابارا وصدحا بي قادنا إيسا بنت الابن إن أنتروا إنك ميت خدرينا أينا سد سوحالا أيي قادر إيسا إن تبادن فر الله كل ما يبقوا بادن سدس كأيا خمسة سدح سدس أيا درك إيسا يوم بسرو كو كل ما مرة غير كودنا لوانس أيا دمركا أرك إيسا إل إن تبادن كوا كلام مرة كولن كودو وإسكي يريهاي الشرع قارن كل من نواتين وسوات المامينين الشرع أصل المسألة مسألة أصل قيد واسطة والي تماثل مخارج السدس سدس كمخارج إيسا إسكم من دقضي سد إحداث سدس ودخول مخرج النس فيه مخرج كان نس كائن أنتنا أيضا نووه قد قرأي إيا سد إحسلث وإيا سد إحسدس بركا سد إحسد مدبع لغا سوق هذا مخرج ثلث كنا مخرج النس كنا أن لا يساق نووه تداخلين بركا وعي لي للجد السدس أو حليه السدس سهم واحد ولوجود الفرع الوارث فرع وارثات شوقا وللجدة السدس أيضنا الإحمال هذا وميل بي لا ضحي أيضا سهم واحد وسهم كريا وللبنت النصف إن أنت لك ربار بي لا ضحي ثلاثة أسهم وسدح سامي ولإنفرادها وكلي ودوا كليد وعدم وجود من يعصبها إذ عصب إنسانا أيضا مجرته ولبنت الابن السدس أي أصغر هذا سام واحد ولوجودها مع البنت دائما ميت للم إلا شوكتا وعدم وجود من يعصبها إذ عصب إنسانا لما هيو مثل ذاك لو حوية أم هويو
شقيقة إننا هي أبا وذاقان أخت لأب إننا أبا وذاقان أخت لأم إننا هي أم وذاقان قف بعد انتهى ميت كاسي لب يددي متك دانبا ها هادو هي دي أيوكة إيسو دسما إلا دهي شقيقة إنن تاي حق ويحق أباك ولاني كربر با إلا دهي أختدى لأب كاهي سدس با إلا دهي أختدى لأم كاهينا سدس أي يدر الله يضحي لحبا مسردي لقول سيا هو يدو هل بي قادر إيسا شقيقة دو تري هو يأبو ذاك أنا صدح بي قادر إيسا تن لأبكا ولاشن حق أبي كولا لين ميتك يتي حقه يكولا لين من سدس أي قادر إيام الشرح أصل المسألة واسطة ولتساوي مخارج فروض الأم والأخت لأب والأخت لأم وحا يسكم من نقضي فرليالك صدح ذا هو يدا ولاشا أبا ولاشا هو يؤد وود السدس ودخول مخرج فرد النس فرلك النس مخرج كيسنا بمخرج فرد السدس أيو يسقون وجود الجري مركان الأم يا السدس هو يدا وحي لا ذا هي السدس سهم واحد وسام كليا ولوجود العدد من الإخوة ترى ولا لا أي الله يا عمرك هاي سدس بيل هذا وللأخت الشقيقة ولاش الشقيقة هنا النصف بيل هذا هو ثلاثة أسهم وسد حسامي ولانفراد هذاك اليوم هذا وعدم وجود ما يحجبها عيد حجابته أو يعصبها عيد عصب إنسان مشرته وللأخت اللي أبي ولاش حق أبنا سدس بوصل إنسان من واحد تكملة الثلثين والثلثين جاء أيضا ما يسرنا يا ولعدم وجود ما يحجبها ويعصبها عيد حجاب دي عيد عصب إنسان من دم هشام جوته وللأخت الأم ولا شاحق وينا السدس ما وصلنا هذي لحمار ضم الوال لانفرادها ويكل يودي وعدم وجود ما يحجبها عيد حجاب تنا لما هي يوم يشي ما جوته مثلا ذكر وأب أب جد أو ابن إيائر ميت خضري ابن ابن إنا نوينا كيس السيد علي جدة أم وأب أي أباه يديع زوجة إيو حاس مثلا مرقى إنو السيد أهو إغنو أبوه سد اسمه لا يحي فرع وارثه لبا ياتشوغا جدكو ومحجوب هو اللي حجاب ابن قوى عصبه ابن الابن قوى محجوب ابن قوى حجابي جدك أنا أباها حجابي جدة أم الأبي أي نوى محجوبة ووحى حجابة يودا حلقة سيقود يا أباها زوجتنا ثم بي ما أنت لدى فرع وارثة باتشوغة أفر يلا باتن ويما السلد أي يكون اسم إيسا أفر أبوه سد إيسا قادر أي زوجتنا صدح وثم ربي قادر إيسا تضبية طبنك صحرين ابنك أي قادر أي إلا الكون لميتكم الشرع أصل المسألة 24 وأفري الله 24 أفري لها توية حاصل ضرب النسي مخرج السدس وحاصل كقرف الشادة النسي مخرج السدس بكامل مخرج الثمن لقرف طيب ولتوافق بها في النسي أيس وافقين يستحق الأب وحمدري السدس التاريخة وأربعة سمين أفر سهمية ولوجود الفرع الوارثي أيام يشي شوغا وتستحق الزوجة الثمن حاسك لسيدات ميراد وميالبي مضانا إيساب وثلاثة أسوم سدح سهمية ويأخذ الباقي ويأخذ الابن الباقية أيو بالتعصيب كقادري وهو 17 سهما وتدبية من سهمي أما الجد أبوغ مياه فهو محجوب عن الميراث بالأبي أباه إياه لقي حجابي لأنه أقرب من إلى الميت ميت كإساق أياه وقده أبوه ولأنه أدلى به إليه مدى الوالد ووغاني وحو قسوه وادى ميت كان آبها ومن أدلى بواسطة حجبت تلك الواسطة قاعدة نوحة يتقفق ميت كواسطة يعيد صمرا واسطة دي وقسوه وغاني وسوه ملي حدي ميشي جوكتو ويحجاب سائمك أووغا وحا أقين يا ميت كوا آبها مرحة دو آبه جوكو ميالان أيو حال ميالان أيو وابن الابن إنك إنك ميت كدلنا محجوب بالابن أيها لو عجابي لأنه أقرب منه إلى الميت سجى وقدو والجدة أم الأبي أيها
هو يدا أباه ده محجوبة بالأبي أيال لقو حجابه وأباه ده حلق كوري ساقيا لأنها أدلت به إلى الميت ميت كيساقي وصوله لأنها أدلت به يعني أبوغا سي إلى الميت وصو أباه سي وصوله ومن أدلى إلى الميت بواسطة واسطة يعيد مركا صوله حيث صمر يقف ميت وصوله ودينا حجبته تلك الواسطة وساسا حجابي سيكو التنكير مثلا كان نوح هو يا أبو أم هوي بنتان لبها بلود بنتا ابن لبها بلود وميت كأبوي هاي قف بعد انت إلا بيادة إبوا نوان كرا وحكتي أبيه واسودس هو يدي بوكتي واسودس يدنا لبادة بنتو وثلثان صدح مرادو لبا إليه بنتا ابن أيقوا محجوب مثلا وحا لقل سياليح أباها إيهو يدو من هل باي قادنا إيان لبادة بنتانا وحي قادنا إيان أفر ثلثانا باي قادنا إيان لبادة حبلي أوقو يهين ومحجوبة تاني الشرح أصل المسألة مسألة أصل قادو ستة واليح ولتماثل مخرجي فرض الأب والأم وحي اسكمدو قدين لبادة فرالي أباها إيهو يدو ودخول مخرجي فرض البنتين فيهما ثلثان مخرج جيد صدح نوح وقود القرأي مخرج السدس كأيوب قود القرأي مركا الليح بأي نقطين للأبي آبها السدس التاريخة هانتدا وميدو كتغي لحمرضا ميلا أيولا يسام واحد سامي كريئا ولوجود الفرع الوارث فرع وارثة باتشوغا وللأمي السدس أيضا هو يذل لحمرضا ميلا بيلاذي سهم واحد يستوى سامي كليا لنفس الصواب السابق صرت أن أصور مرتي إفرع وارث ماشي نتشوغا وللبنتين الثلثان لبادا حبلون الحميرادة وميل بيلين أربعة أسوين أفر سامي لكل بنت سهماني إنك سالب سامي أي إلا من الطريقة ولعدم وجود من يعصبها إذ عصب إساء ينتري أيها شخص محي كابو أما بنتا ابن لبادا حبلون إنك ميت كوردالي أميت كأوكو يين كيس صدري فمحجوبة تاني لبذا سوى لبل حجابي لأنه لم يبق لهما من الثلثين شيء ثلثين وحبوا كما صهر إذ ثلثان لبذا ثلث نصيب البنات حبلها نصيب كودي وي فإن فضر منه شيء هدي كسو قاتا أخذوا أولاد الابن أولاد الابن أيا قاتا أيا إن مركا وحبا كما صهر هدا مسلك لو أخو شقيق ولا لميت كأبيه يبا وذاقان أخ لأب ولا لحق أبو أخ لأم ولا لحق هوي بنت إيا إنا نردري ميت بعد انتيو هلك هلك ما ليقف به هلك سميو انتيو وحكتي ولا لكي ويبيه يبا وذاقان ولا لحق أبو ولا لحق هوي إنا نردري إنندو نسبة إلا ضحي أخل يمكى إنندا حجاب إيسا أخل أب كان أخ شقيق أبا حجاب ورق شقيقا إساقونا إنتا صوحا ديبو عصبهانو قادر ورق شقيقا اللبن بالله قولي سيايو إنندو نسو كربلا بأي قادر إيسا أخ شقيقا هنا نسك صوحا ري أيو قادر إيا الشرح أصل المسألة مسألة أصل كيدو وإثنان لبا مخرج فرض البنت فر الكائنان ده مخرج شيء ذو اللبا تأخذ البنت النصف هي قادسة سام واحدا سام كليا والانفراد عن معصب إذ عصب يسوي هيك اليهودي ويأخذ الأخ الشقيقنا الباقية وبالتعصيب قادر وهو سام واحد وسام كليا أما الأخ لأب ورالك حق أبو فهو محجوب بالأخ الشقيق يا لقو حجابي لأن أخ شقيق أقوى منه كشقيق أبا كحق بضان لإدلاه إلى الميت وعقوسه دواذي ساقو بالأب والأم أبيه يقوسه دواذي وذاقان بينما وقت يدل الأخ لأب إليه بالأب فقط بينما كان حق أبنا دي أبا قروني وذاقان وكان لباضي أصلب مركا وذاقان أيها كحق بضان حجابي أما الأخ لأم ونلقى حقه يفوه محجوم بالبنت إن أنت حجابي سا أخ شقيق ما حجابه وذو فرل لكن إن أنت حجابته مسلك لوحا وهي بنت وائنا أميت للا يغت شقيقة ولا لي حق ويا حق أبا كولا ليهيرو إننا أخ لأب
ولا لي حق أبك ولا ليهين وعن الذي بنتظم أنت نسبة إلا ذهي اختدى شقيقة دينا وعصبه أخا ليبكى هو محجوب إن أنت شقيقة ذهي مرحب دي لتشرتوي قرب سنة إسان إنه ميت كدري وحي لا أود نقول إسان ولا شقيقة بي لا أود نقول إسان إذا مركا وحي أدير رضي ولا لي حق أبيه وحاصل أن مركا عن الله يقدر إسايو أي ذا حجاب إسان مثل هذا اللهم بالله قول إسايا بنتظر هل بيقاذن إسان أقتد شقيقة هنا هل أيه قاذن إسان الشرح المسألة من اثنين مخرج فرض البنت فرض كينان ده مخرج كيسا والله بقى أيه كالسوا إسان للبنت النصف وأوصرنا هذا سهم واحد وسهم كلي اللي انفرادها عن ابن يعصبها هنا العصبة يانا ميش مجوغو ولغد شقيقة عصبة مع الغير وعصبة مع الغير تأخذ الباقية أيه قاذن إسان وهو سهم واحد وسهم كلية عملا بالقاعدة المعروفة قاعدة معروفة هذا ينكو نغمينا الأخوات مع البنات عصبة أخوات مرها دي بنات لجلان عصبة النقضة أما الأخ لأب ولالك حق أب مياه فهو محجوب بنقطة شقيقة ولاشان شقيقة دابا لقو حجابي لأنها لما صارت عصبة مع الغير مركي عصبة مع الغير لغتي صارت في قوة الأخ الشقيق ولالك الشقيقة ها وديسي أي مركا يالتي فحجبت الأخ لأب ولالك حق أبو أي دبيتنا حجابتي درس كقيب سوري هلك إنو قلت والله أعلم.